اهلا بحضراتكم من جديد، وما زالت التغطيه مستمره لرصد كواليس واخبار بعثه الاهلي قبل السفر الى قطر استعدادا لكاس السوبر الافريقي. وزي ما شفتوا معانا منذ لحظات لقطات مهمه جدا ووصول الكابتن محمود الخطيب الى صاله السفر استعدادا بالتاكيد لرئاسه البعثه اللي هتتجه بعد لحظات قليله الى الدوحه. وكانت بالتاكيد قدامنا في هذه اللقطات الخاصه والحصريه على شاشه قناه الاهلي اجتماع سريع كده في حضور دكتور احمد ابو عبله طبيب فريق النادي الاهلي، وايضا محمود متولي احد ابرز لاعبي النادي الاهلي واللي بالتاكيد بيواجه سوء حظ خلال الفتره الاخيره وتعرض لاصابه منعته من المشاركه في المباراه القادمه، ولكن نتيجه طبعا بالتاكيد الاهلي مسافر للدوحه وفي بالتاكيد امكانيات طبيه هناك على اعلى مستوى اكاديميه سباير والمراكز الطبيه المتميزه. وزي ما قدامكم على الشاشه هو خلاص وصول الكابتن محمود الخطيب والاستعداد الى السفر. كان بالتاكيد جلسه مهمه جدا منها رفع الروح المعنويه لمحمود متولي، وايضا كمال الاطلاع على اخر الترتيبات الخاصه لخضوع اللاعب لفحص طبي هناك في الدوحه والاطمئنان من خلال دكتور احمد ابو عبله طبيب فريق النادي الاهلي. كريم، صوره على فكره مهمه جدا، والصوره بخبر، يعني الصوره دي يعني وضحت لنا خبر مهم جدا خاص بسفر محمود متولي. اكيد طبعا، لا يعني اهميه الصوره الاطمئنان اللي بيقدمه الكابتن محمود الخطيب لمحمود متولي، فعلا زي ما قلت لك يا محمد من شويه ما حدش هيحس احساس اللاعب اللي هو فيه بامانه. موضوع صعب، يعني انت غايب لفتره طويله وبتبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول ماتش ودي بتلعبه وبتتحرك في الملعب، وانت طبعا اي لاعب مصاب، اي رياضي بيبقى مصاب ويرجع كمان بيبقى لوحده حذر، يعني بيحاول يتحرك بحذر، انت بقالك فتره ما بتلعبش. فلك انت تخيل محمود متولي بعد ما بيلعب 20 او 25 دقيقه بيبدا يشتكي تاني. فانا اللقطه دي اهميتها فعلا في الشق المعنوي، ان فعلا ما تقلقش وهنطمن عليك. وكمان سفر، يعني النهارده النادي الاهلي بيقدم فعلا مسج ورساله حلوه ان انت ازاي بتقف مع اللاعب بتاعك لاقصى درجه. يعني النهارده محمود متولي هيسافر، مش هنشاف المباراه زي انت ما قلت، لكن عشان يتم عرضه طبعا اكاديميه اسباير لها من الشهره ومن الاجاده في الامور الطبيه اللي بيخلي لاعبين عالميين بيروحوا عشان يعني يخضعوا للفحص الطبي او حتى الاستشفاء، التاهيل كمان، التاهيل والاستشفاء هناك في اسباير طبعا على اعلى مستوى، وكمان بيتفوق على بعض الاكاديميات وبيتفوق على بعض المراكز الطبيه في اوروبا باذن الله. باذن الله ان شاء الله محمود متولي فعلا امانه كلنا، يعني انا مستوى شخصي متعاطف معاه جدا. يعني انا واحد بلعب تنس طاوله، لما جت ايديا بمجرد بس اتكسرت وبعدت عن الحاجه اللي انا بحبها لمده 4 أو 5 شهور فعلا ما كنتش يعني مش طايق حياتي. ده كان تتخيل بقى يعني، وفي تنس طاوله مش اكل عيشي، ده كان تتخيل لاعب ده اكل عيشه، يعني ده اكل عيشه بقى له فتره طويله. فان شاء الله يا رب باذن الله تبقى السفريه دي نرجع بيها بكاس البطوله، وباذن الله محمود متولي يطمن على نفسه. طيب.